هاتفيا الدكتور محمد الشوادفي استاذ الاقتصاد. دكتور محمد اهلا بك بدايه. خليني بس اصححك، استاذ الاداره والاستثمار وزاره الاعمال. استاذ الاداره واهلا بك، والاستثمار اهلا بك دكتور محمد مره ثانيه. نتحدث عن هذا المؤتمر، مؤتمر ليس بالهين، مؤتمر يحمل من الاهميه الكثير والكثير في ظل هذه المتغيرات الدوليه وهذه الاحداث العالميه. لو تحدثنا اقتصاديا واستثماريا دكتور محمد، 40 مليار دولار هذه قيمه الاتفاقيه او قيمه التعاون ما بين مصر والاتحاد الاوروبي، كيف ترى مستقبل الشراكه في المستقبل القريب وانعكاس هذا الامر على مصر تحديدا في السنوات القادمه؟ خلينا نتفق الاول ان هذا المؤتمر لما يراسه فخامه رئيس الجمهوريه ورئيس المفوضيه ده بيعكس درجه الاهميه ودرجه البعد السياسي والاستراتيجي في المكان. النقطه الثانيه ان مصر والاتحاد الاوروبي دولتين مشاطئتين لاقليم البحر المتوسط. نعم. وعليه فمن من من مصلحه الطرفين ان يكون هناك تعاون مشترك وهناك رؤيه استراتيجيه مشتركه. البعد الثالث، الاتحاد الاوروبي بكيانه الكبير باعتبار في ثلاث مقاعد لمجلس الامن وهو اكثر مشارك في مجموعه السبعه واكثر الدول المشاركه للعشرين، لما تيجي النهارده مصر وتقول ان احنا عايزين نستثمر عندك يا مصريين، يبقى احنا في هذه الحاله نطمئن ونطمئن اهالينا ونقول الاقتصاد المصري قادم، لان هذه الدول ليست عاطفيه. صحيح. وهذا الاتحاد ليس صحيح. عاطفي، لكنه يتمثل بالرشد الاقتصادي. صحيح. معنى ذلك انه درس الاقتصاد المصري ودرس الواقع المصري ودرس الجهود المصريه خلال السنوات السابقه وتاكد انه يمكن من خلال التعاون المشترك ان تحدث منافع مشتركه ما بين الدولة الأوروبية، الدول الأوروبية، الاتحاد الأوروبي والدولة المصرية. نعم. انطلق من ذلك هنا أهمية الدولة المصرية. صحيح. أهمية الدولة المصرية. أحسنت. في هذا الموضوع. نعم. عشان بس نوضح نقطة نقطة. صحيح. واحد، الدولة المصرية من مصلحتها دلوقتي إن الاتحاد الأوروبي ده أكبر كيان اقتصادي موجود في العالم. صحيح. وبالتالي مصر تمثل الدولة رقم 2 في التعاون الاقتصادي معاه. نعم. ومثل استثمارات أكثر من 40 مليار دولار النهاردة في الاتفاقات الجديدة، لكن عندنا قبل كده في استثمارات أوروبية كثيرة في مصر. الامر الثاني ان التعاون التجاري السنوي ما بين مصر واوروبا يزيد عن 38 مليار دولار. نعم. اذا ده بيديني كلها اهميه. يبقى احنا محتاجين ايه بقى من دول اوروبا؟ واحد، ان احنا عملنا اصلاحات اقتصاديه كبيره جدا وبذلنا جهد كبير جدا. صحيح. وبالتالي يجب ان نؤكد على ان الاصلاحات الاقتصاديه ليه؟ لان الاتحاد الاوروبي عباره عن سوق اقتصاد حر واحنا كنا سوق اقتصاد اشتراكي، فكان دايما هناك معوق ما بين الاثنين، كان عاملين زي الزيت والميه. نعم. نحب بعضنا لكن ما ننصهرش. النهارده احنا بنحول اقتصادنا اقتصادات سوق، وبالتالي عايزين نقول لاوروبا والدول كل الدول الاقتصادات الحر ان احنا اقتصادنا النهارده اصبح مهيئ لاستقبال رؤوس الاموال، وعملنا اصلاحات ماليه واصلاحات نقديه كبيره جدا، وبالتالي في هذه الحاله استطعنا وتحملنا ظروف اقتصاديه كبيره جدا. صحيح. من وراء الاصلاح الاقتصادي، وتحملنا حماية اجتماعية بمليارات الدولارات بمليارات الجنيهات عشان نقدر نعمل الحالة دي. ليه؟ لأن الاستثمار الأجنبي هنا عشان نيجي النقطة الثانية، الاستثمار الأجنبي. نعم. الاستثمار في مصر هنا عبارة عن إيه؟ إحنا عندنا أولا الاستثمار متسع، بمعنى في مجال التعليم والصحة والسياحة والزراعة وكل المجالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة. مصر متسعة للاستثمارات في الفترة الأخيرة بعد ثورة 30 يونيو. صحيح. باعتبار ان غير ما كانت استثمارات سياحية فقط فأصبح النهاردة، وبالتالي الاتحاد الأوروبي من مصلحته انه يستفيد من هذا التنوع. أحسنت سيدي. الأمر الثاني متسع للاستثمار، بمعنى ان الاستثمار ما كانش في القاهرة واسكندرية، ده النهاردة اصبح الاستثمار في ربوع مصر حتى القرية، من القرية والمحافظة وغيره حتى المدن الجديدة. يبقى أصبح هنا في هذه الحالة لدينا استثمار متنوع ولدينا استثمار متعمق، وكمان عندنا استثمار متكامل، بمعنى عندنا مدن صناعية وعندنا مدن توطين صناعي، وهذه المدن التوطين الصناعي وأماكن التوطين الصناعي مخصصة وتم ترفيقها وعملنا فيها حاجات كتيرة جدا. تعالوا يا مستثمرين استثمروا عند المصريين في هذه الحين عشان نقدر نكون موجود. ده مش كده وبس. نعم. ده احنا عملنا بنية تحتية كلفتنا أكثر من 10 تريليون جنيه، وال 10 تريليون جنيه ده عبارة عن بنية تحتية حطيناها احنا عايزين نستثمرها وتستفيدوا منها
واحنا نستفيد منها. فبيننا كان عندنا مواني وموجودين. الامر الثالث كمان لازم نسوق الموقع الجغرافي بتاعنا والجيوسياسي والاستراتيجي، بمعنى ان احنا عايزين نكون مركز في دعم الطاقه ومركز في لوجستيات السلع الغذائيه ومركز، وعندنا ومن حقنا نفتخر بذلك لان احنا كنا منطقه مهملينها واصبح عندنا مواني. النهارده جميع مناطق البحر الاحمر والبحر المتوسط والمناطق البريه طورنا المواني بتاعتنا وبقت موجوده. صحيح. الامر الثاني كمان الطاقه الجديده والمتجدده، احنا بذلنا فيها جهد كبير جدا واصبح عندنا طاقه جديده متجدده، حتى اكبر طاقه في العالم موجوده في اسوان. نعم. مش موجوده في القاهره. يبقى احنا في هذه الحاله عندنا يا جماعه تعالوا شوفوا احنا عملنا ايه عشان نقدر نكون ليه في هذه الحاله، عشان احنا عارفين انكم يا اوروبيين عندكم اكبر عدد من الشركات متعدده الجنسيه. نعم. وعندكم اكبر عدد من المستثمرين، وتعالوا هنا شوفوا عشان ليه؟ لان احنا كمان عملنا حاجتين، ادينا القطاع الخاص بتاعنا فرصه كبيره جدا لكي ينطلق، ودام ادينا القطاع الخاص بتاعنا فرصه كبيره لكي ينطلق خصصنا له 65% من اجمالي الناتج المحلي، وعليه فان عشان القطاع الخاص ده يستثمر تعالوا شاركوا معايا ده يفسر لك ليه. نعم. احنا عندنا النهارده اكتر من 2000 رجل اعمال اوروبي جايين، وليه عندنا اكتر من 1500 شركه، وليه عندنا ليه؟ لان مش جايين يزوروا الحكومه. صحيح. هم جايين يتعاملوا ويتفاعلوا مع رجال القطاع العام القطاع الخاص بتاعنا عشان يكونوا كفاءات وكيانات اقتصاديه جديده. هنا في نقطه مهمه جدا. اتفضل سيدي. ايه هي؟ القطاع الخاص بتاعنا ما عندوش فلوس. ليه؟ لان الازمات الماليه اللي حصلت في العالم والازمات الاقتصاديه اللي حصلت في العالم. نعم. اثرت على موارد المصريين في قناه السويس وتحويلات المصريين في الخارج وكذلك السياحه وغيره. يبقى اذا في هذه الحاله وكمان مدخرات المصريين منخفضه، يبقى لابد الحكومه هنا انها توفر مصادر تمويل. وده يفسر لحضرتك ليه تم الدعوه لمصادر التمويل ووكالات التمويل وبنوك التمويل المتعدد الاطراف تيجي في هذا المكان. ليه؟ عشان تقدر تعقد صفقات. نعم. مع رجال الاعمال لتمويل. صحيح. مشروعاتهم، لان البيئه البنيه التحتيه لقطاع الاعمال القطاع الخاص النهارده ما تقدرش توفر 65%. لابد. نعم. من التوسع، وهنا لازم يكون اوفر مصادر التمويل عشان ننطلق. صحيح صحيح. في هذه الحاله يحصل ايه بقى؟ نعم. نوطن الصناعه. الصناعه هنا بيقولها هدفين، الهدف الاول نقلل من الواردات ومنتج مصري بالمشاركه مع دول اوروبا او المستثمرين الاجانب، وفي نفس الوقت نقدر نصدره. اشمعنى نصدره؟ لان انا اساسا في الموقع بتاعي ده بتحكم في 1.2 مليار اللي هم في افريقيا، والعرب 800 مليون عدد سكان افريقيا والعرب 400 مليون. فانا عندي في هذه الحاله مين بقى في الدول اللي على البحر المتوسط او على البحر الاحمر يتوفر لديها الامكانات الماديه واللوجستيه والبشريه. نعم. نعم. والبنيه التحتيه سوى الدوله المصريه. صحيح. إذن عندما يكون لدينا قدرات مؤسسيه قويه يجب ان نفتخر بها، ويجب ان نكون جيدين في تسويقها للعالم الخارجي عشان. نعم. يقدر العالم الخارجي لما يجي عندنا مطمئن. نعم. لكن مجرد انعقاد هذا المؤتمر يعطيني انا كباحث او محلل ان هناك الدول الاوروبيه تقراني بشكل جيد. الامر الذي يطلب منه النهارده وبطلب بالحكومه والمجموعه انهم لابد ان تنتهي هذا المؤتمر باتفاقيات واتفاقيات محدده. نعم. الاجال والمدد على نوعيه المشروعات، ونحول هذه الفرص وهذه الافكار الى مشروعات وكيانات اقتصاديه موجوده على ارض الدوله. نعم. المصريه، ونحن احق بذلك. احسنت. الاستاذ الدكتور محمد الشواتفي، استاذ الاداره والاستثمار، اشكرك شكرا جزيلا على هذه المساحه الحواريه وهذه المعلومات القيمه. اذا